الساحل. حادثة عادية كما تتوقع أي واحد يسها، راه الحديد هذا فاتح. اللي وقع هو هاد السيدة كانت مبلاصية عادية بشكل عادي عند الابن ديالها. هاد الحادثة هاد السيدة هادي جابت الابنة ديالها للمستشفى المصحة باش تشوفها، لقيتها لاحس الهوانية تشوف شنو هو الضغوطات اللي عليها اللي حاولت دوز الفيتيس ما دازش ليها دريف، رجع لها اير مارش اريير، كسيرات رجعات مارش اريير، ضربات في البوطو ديال الاتصالات، من بعد ضربات في ديك البوطو ديال الاتصالات تقلبات الطوموبيله. الحمد لله ما وقع حتى شي خسائر جسمانيه ولا في الارواح. حاولنا الحمد لله تدخلوا، جبدنا البنيه الصغيره هي الاولى، جبدنا السيده هي والاخت ديالها، وتقاساو الاضرار ديال السيركيلاسيون اللي وقعات. راه اللي ديك الطونوبيل اللي كانت مركونه حدا سكودا راه تقاس.